جماعة أصعب شيء يعني الحديث قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. طبعا هذا الحديث من خالفهم من غيرهم، يعني كم من غيرهم؟ يعني مثلا يجيك واحد يهودي يحكي عنك أنت منافق، أنت كذاب، أنت نصاب، أنت حرامي، هذا أنت متوقع منه ليش؟ خالفهم. أما يجي واحد من إخوانك ومن أصدقائك وممن تتكئ عليه فإذا به يفجر فيك، فهذه من أصعب المراحل، من أصعب المراحل. ولذا حقيقة لا أخفيكم، عندما ابتلي شيخنا المشهور حسن رحمه الله بأحد تلاميذه أنه افترى عليه، افترى على شيخنا، فعندها ضاق به الأمر واعتزل الناس، لأنه جاي من مين؟ من التلميذ. طب ناس بعاد ماشي، من التلميذ. ثم حفظه الله، هو لا يستغني عن الكتب والتحقيق، فذهب وحقق كتاب العزلة لابن أبي الدنيا، لأنه ما بيستغني إيش عن الكتب والتحقيق، فقال لك بدي أحقق إشي يتناسب من إيش مع ظرف الآن، فحقق كتاب إيش العزلة حفظه الله. فبالتالي أي واحد فينا عرضة إلى أن يصاب من الفاجرين الذين يتصفون بصفات المنافقين افتراءات. والله يا جماعة لا أخفيكم وأنتم إخواني، مرة من المرات جالس في أمان الله كما يقول عامة الناس، فإذا بيأتيني رسالة من خارج الأردن من أحد طلبة العلم يفتري علي شيئا، قلت هذا رجل أظنه ولغيت الآن أقول هذا صاحب ديانة وطلب علم، على الأقل تثبت. فبعثت له رسالة، هذا الذي ذكرته تعنيني؟ هل تثبت؟ سكت. أرسلت له رسالة قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل تبينت؟ أرسلت له رسالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال، هل تثبت؟ سكت، لم يقل شيئا. يعني المفاجأة لغاية الآن أنا أقول هو رجل فاضل. يعني إحنا متعودين من عامة الناس يحكوا علينا وعلى مشايخنا وعلى، أما يأتي الكلام من رجل نحسبه ولا نزكي على الله، والله لولا أن الله يثبتنا لا هلكنا. فهي أصعب مرحلة، لذا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.